نعم. قول الأئمة في دعاء القنوت: اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. في مقامنا هذا لا لم يرد، هذا لا زيادة تترك، يجب تركها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. ولا يقول في مقامنا، يشترط على الله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية، ومن الناحية الثانية لم يرد هذا. نعم.